بسم الله بيم ان يوز ذم بندكس اي اي بروجكت بيم بريف. لو احنا عايزين نكتب نبذه كده عن المشروع فبنكتب اسم الشركه والتاريخ، ولو في اكتر من ريفيجن ريكورد بنبدا نسجلهم الاول تاني والتالت وهكذا. وبعد كده معلومات عن المشروع، اسم المشروع، ريكورد بروجكت اونر، مين المالك بتاع المشروع، عنوان المشروع، وصف المشروع. يعني عندنا مثلا 5 بيزمنت، وبعد كده في جراوند وفي 20 دور. نوع العقد ديزاين اند بيلد، بيلد ديزاين اند بيت بيلد، اي بي دي انتجريتد بروجكت ديليفري. ده السكادول، كل مرحله من مراحل المشروع التاريخ بتاعها هتبدا منين وهتنتهي امتى، ودي الايميلات والتليفونات بتاعت اهم ناس شغاله في المشروع. دي الاهداف اللي مطلوب ان احنا نحققها من خلال المشروع. مثلا بنهدف ان احنا نعمل فاسيلتي مانجمنت، فنبدا نكتب الحاجات دي في الاول خالص. ما ينفعش مثلا اخر مشروع يقول لي إيه، لا احنا عايزين نحقق مثلا ليد قد كده او جي سيس قد كده. ممكن ما حدش يوافق ان هو يخش نص المشروع يعمل لنا الحاجات دي، لان الحاجات دي لازم في الاول خالص مش من اخر مشروع نقرر ان احنا مثلا عايزين فاسيلتي مانجمنت او سستينابيلتي، بتكلف كتير. فلا، لو من الاول بيبقى افضل، اخترنا المواد واخترنا كل حاجه. هنا البيميوز نبدأ نشوف ايه أهميته للمشروع، هل لازم نعمله ولا في مشكلة. الريكويرمنت للمالك، لو في حاجة استثنائية بنبدأ نكتبها. البروجكت ديليفرابل، الحاجات اللي احنا هنستلمها، تمام. كوست استيميتنج مثلا هتبقى على هيئة مثلا اي اف سي، جداول الديزاين، السورنج هنبدأ نستلمه عن امتداد. الريفرنس دوكيومنتيشن، لو حصل اي حاجة مش واضحة هنا نرجع لأني كود، فبيبدأ يكتب لي الأكواد اللي احنا نرجع لها وهكذا.